وانا ابو يامن وين ما تلاقي على احنا برغم كل شيء كل شيء بسووه رغم كل الاجراءات الموجوده احنا ما رابطون في المسجد الابراهيمي وكل الناس موجودة وندعي الجميع انهم يجوا على المسجد الابراهيمي. الناس اذا بتجي بصير تسهيلات بزيادة يعني الناس اليهود بتخاف ما بينفع انه نضل احنا نترك المسجد الابراهيمي بحاله. احنا لازم نجي كل يوم ظهر وعصر مغرب عشاء فجر وبأي وقت غير رمضان كمان. يعني أجواء رائعة جدا في الحرم إبراهيم الشريف والبلدة القديمة في البلدة القديمة في مدينة الخليل رغم يعني الإجراءات الأمنية المشددة لجيش الاحتلال في المنطقة لكن توافد ألوف المواطنين الفلسطينيين أدوا صلاة الجمعة داخل الحرم إبراهيم الشريف وبسحة الحرم الشريف الخارجية. أنا هون ولدت أنا عمري حوالي 100 سنة